بسم الله الرحمن الرحيم. أول مرة أحب أوجه شكر وتحياتي للسيد العميد اللي قامت هذه البطولة، بطولة الخماسي لأقسام الجامعة كلية العراق الجامعة أقسام الهندسة، بطولة منظمة جيدة. أشكر جهود الأساتذة السيد محمد الموسى والإعلام القدير أستاذ ضياء، والفرق ما شاء الله الحمد لله أبدعوا خلقا وأخلاقا ولعبا ورياضيا، والحمد لله وشكر توجت مبارياتنا بالفوز، وإن شاء الله نطلب من الله الدعاء والتوفيق إن شاء الله لقادم المباريات. طموحنا أكيد إن شاء الله إحنا عنا على الكأس وعلى البطولة وإن شاء الله ناخذها.